ما يرضي الله به خيرا يفقهه في الدين، ونحن نرفع أكف الضراع إلى السماء ونقول: اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. ترى كيف نفهم النصوص على حقيقتها وحقيقة دلالتها، وهل هنالك للنصوص دلالات حقيقية ودلالات غير هذا؟ ما الغرض من سوء الفهم، ولماذا يحدث سوء الفهم؟ هل لجهل أم لغرض ولهوى؟ وكيف يتجنب الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى سوء الفهم؟ وكيف كان الصحابة عليهم رضوان الله يتعاملون مع فهم النصوص؟ وهل ثبت عنهم سوء فهم أم لا؟ كلهم كانوا يفهمون النصوص على دلالتها الحقيقية. الفهم كمقوم من مقومات المنهج النبوي في الدعوة إلى الآخر. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى، نحييكم بتحية الإسلام، ومع نرحب بشيخنا الفضيل صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ الحبر الدكتور محمد حسان. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم صاحب الفضيلة؟ بخير حال الحمد لله. سلامة الخير بالدنيا والآخرة. بارك الله. في الحلقة المنصرمة سيدي تكلمنا عن البصيرة والعلم والفهم والعمل كمقوم من مقومات المنهج النبوي في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أو دعوة الآخر إلى الله عز وجل. وانتهى بنا الحوار إلى مسألة الفهم. صحيح الفهم وسوء الفهم. حبذا لو فضيلتكم ذكرتنا بما دار من حوار في الحلقة المنصرمة، ثم نشرع الحوار في هذا، كيف نحقق الفهم على حقيقته وحسن الفهم في أي ذكر الحكيم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي أكرمنا بنور العلم من السقوط في درك الضلالة، وأنقذنا بنور الوحي من التخبط في الهوى والضلالة، وأرسل لنا نبينا إرشادا للحق ودلالة صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين صلى الله عليه وسلم، وأصحابه الغر الميامين، وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد صلى الله عليه وسلم. فنعمة الفهم نعمة من أجل وأكرم نعم الله على العبد سبحان الله. الفهم من أعظم الابتلاءات والعقوبات التي يبتلى بها الفرد وتبتلى بها الأمة. سلم يا رب. أرجو أن تتدبر معي أخي محمد وإخواني وأخواتي هذا الكلام الذي والله الذي لا إله غيره صادق، لو ضللت أردده وأكرره إلى أن نلقى الله عز وجل لكنا في حاجة إلى المزيد. نعم. نعم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كلام أغلى من الذهب: نعم. صحة الفهم نعم، وحسن القصد، يعني النية سليم، صحة الفهم وحسن القصد من أعظم نعم الله التي أنعم بها على عبده. صحة الفهم وحسن القصد من أعظم نعم الله التي أنعم بها على عبده، بل ما أعطي عبد عطاء بعد الإسلام أفضل ولا أجل منهما. الله أكبر. من صحة الفهم وحسن القصد. نعم. الفهم والنية. الفهم والنية، إن ربنا يرزقك الفهم الصحيح الموافق لمراده والموافق لمراد رسوله، ثم يرزقك بعد ذلك حسن النية وصدق النية وإخلاص النية وصفاء السريرة وطهارة الطوية. نعم. ما أنعم الله عز وجل على عبد بنعمة أشرف ولا أجل من هاتين النعمتين بعد نعمة الإسلام. ثم أقول: نعم. وصحة الفهم يا الله، خلي بال حضرتك عشان هنحتاج إلى هذا الكلام في الجواب على سؤالك كيف نحقق الفهم الصحيح. تمام. يقول: وصحة الفهم نور الله يقذفه الله في قلب العبد. وصحة الفهم نور يقذفه الله في قلب العبد. نعم. يميز به بين الصحيح والفاسد. يميز به بين الصحيح والفاسد. نعم. والحق والباطل، والهدى والضلال، والغي
والرشاد. نعم. ويمده، أي هذا النور، ويمده حسن القصد وتحري الحق وتقوى الرب، كل ده بالنور سبحان الله الذي يقذف في قلب العبد، ألا وهو الفهم، صحة الفهم، صحة الفهم. نور نعم. يقذفه الله في قلب العبد يميز به بين الصحيح والفاسد والحق والباطل والهدى والضلال والغي والرشاد. ويمده، أي هذا النور، حسن القصد وتحري الحق وتقوى الرب في السر والعلانية، ويقطع مادته، أي مادة ذلكم النور، ويقطع مادته اتباع الهوى. سلم يا رب. وإيثار الدنيا. خلي بال حضرتك، ما هو ده الأمراض كلها. جميل. يقطع هذا النور، نور صحة الفهم، نور البصيرة، نور الوقوف على الحق الذي يوافق مراد الله ورسوله. مش كل أحد حتى لو معاه علم. ويقطع مادته، أي مادة هذا النور، اتباع الهوى. سلم يا رب. وإيثار الدنيا وطلب محمدة الخلق وترك التقوى. تاني. يا ليت. ويقطع يا ليت. مادته اتباع الهوى وإيثار الدنيا، وإيثار الدنيا وطلب محمدة الخلق وترك التقوى. سليم. طلب محمدة الخلق يعني يطلب المجد والثناء والشهرة عند الخلق، لا يعنيه إلا أن يحمد بينهم. الله صلى الله عليه. يقطع الله عز وجل نور البصيرة عن قلبه، ونور صحة الفهم عن قلبه. لكن من علق قلبه بالله عز وجل، اللهم اجعلنا منه. آمين يا رب العالمين. وتجرد عن الهوى وآثر الآخرة على الحياة الدنيا، وطلب التقوى قدر جهده وطاقته، محال أن يخذله ربه، بل سينور بصره وبصيرته، وسيدله على الفهم الصحيح بإذن الله وبموعوده سبحانه وبموعود الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول أيضا إمامنا ابن الجوزي رحمه الله تعالى: من أيده الله بلطفه رزقه الفهم وأخرجه عن قيد التقليد وجعله أمة وحده في زمانه، لا يبالي بمن عبث. تمام. ولا يلتفت إلى من لام، قد سلم زمامه إلى دليل واضح السبيل. كلام غالي أوي. مرة ثانية. يا ليت. كلام رائع. إمامنا ابن الجوزي عليه صحيح. كلام غالي جدا. بيقول: من أيده الله تعالى بلطفه رزقه الفهم. تمام. وأخرجه من قيد التقليد، بمعنى حبذا لو تزيدنا علما، لا يقلد دينه الأئمة والعلماء كما ذكرنا أقوال الأئمة الأربعة. تمام. لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا أبا حنيفة ولا الثوري ولا الشافعي ولا الثوري. لا تقلد دينك أحدا، بل كن مع الحق بدليله، كن مع الحق بدليله. قال: من أيده الله تعالى بلطفه رزقه الفهم وأخرجه من قيد التقليد. مش احنا قلنا: ولقد زل أقوام بسبب الإعراض عن الدليل والاعتماد على الرجال، فخرجوا بسبب ذلك عن جادة الصحابة والتابعين، واتبعوا أهواءهم بغير علم فضلوا عن سواء السبيل. صحيح. من أيده الله تعالى بلطفه رزقه الفهم وأخرجه من قيد التقليد وجعله أمة وحده في زمانه. الله سبحان الله. وجعله أمة وحده في زمانه. لا يبالي بمن عبث. لا يبالي بمن عبث. ولا يلتفت إلى من لام. ولا يلتفت إلى من يلومه على قوله وعلى فعله. تمام. ولا يلتفت إلى من لام. قد سلم زمامه إلى دليل واضح السبيل. رجل متبع للدليل. قرآن وسنة صحيحة. قرآن وسنة. نعم. بفهم الأكابر. بفهم السلف. سلف الأمة. رضوان الله عليه. عليهم رضوان الله. يبقى الفهم من أعظم نعم الله على العبد. هو ليس العبد أن يفهم من تلقاء نفسه فضيلة الإمام؟ هنا
ندلف سريعا إلى أهم الطرق التي يمكن أن يحصل بها طالب العلم أو الداعية إلى الله أو العبد المسلم الفهم الموافق لمراد الله ورسوله. جيد. محال يا دكتور محمد، محال أن ينزل الله عز وجل قرآنا لا يفهم. سبحان الله، خلي بال حضرتك من دي. معك. وأن ينزل تبارك وتعالى وحيا على النبي صلى الله عليه وسلم متمثلا في السنة لا تفهم. الله أكبر. لكن شاء ربي سبحانه وتعالى أن يخلق العقول متفاوتة في الفهم والإدراك والاستيعاب، وهذا رزق أيضا، وهذا رزق أيضا، بل هو من أجل الرزق. سبحان الله، ذلك فضل الله. وقد ذكرنا كما تفضلت في المقدمة قبل ذلك كلام إمامنا ابن القيم، ودلالة النصوص نوعان، دلالة حقيقية وهي التابعة لقصد المتكلم، ودلالة إضافية وهي التابعة للقصد السامع. تمام. بحسب قريحته وصفاء ذهنه وقوة إدراكه وقوة حافظته إلى غير ذلك. تمام. تختلف باختلاف الخلق بقدر عدد الخلق في الأرض. سليم. كل له فامه. نعم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم. والله ذو الفضل العظيم. لكن هذه الطرق نحن نذكرها من باب أن تقرب الواحد منا إلى الفهم الصحيح على الراجح. نعم. بديع. أو في الغالب. تمام. ليكون الكلام دقيقا. نعم. وإلا فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ونعم. أولا يجب أن نؤصل يا دكتور محمد. فضل. أن الفهم هبة وعطاء من الله. هذه قاعدة في البداية لابد أن نقر بها. نعم. تمام. فضل وهبة وعطية من الحق سبحانه وتعالى ذي الفضل والمنة والجود والعطاء. اقرأ معي قوله تعالى: ففهمناها سليمان. سليمان. إذن الفهم ممن؟ من الله عز وجل. من الله. ففهمناها سليمان. إذا علمت أنا كعبد سائر على درب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله، إذا علمت أن الفهم هبة وفضل وعطية من الله عز وجل، ما الذي يجب علي حينئذ؟ يجب علي أن أضع أنفي في التراب ذلا لربي سبحانه وتعالى وانتصارا له جل وعلا، وأن أرفع إليه أكف الضراعة تذللا تذللا، أن يرزقني نعمة الفهم. نعمة الفهم. اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني، بما علمتني وزدني علما. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. ده تأصيل مهم لإخواني وأحبابي وأبنائي من طلبة العلم الصغار. تمام. يبقى الأول حبيبي في الله تجرد. هو لهذا عذر المقاطعة، يعني سيدنا داود حينما حكم بخلاف الأولى لم يفهمه الله عز وجل، مع أنه أتاه حكما وعلما. نعم. لكن فهم سيدنا سليمان تحديدا. نعم. وسأذكر الآن الدليلين. تمام. سأذكر دليلا من القرآن ودليلا من السنة في قصة داود وسليمان. طيب. لنعلم أن فضل الله يؤتيه من يشاء ونعم بالله سبحانه وتعالى. رائع. فإذا أنا فقط أذكر نفسي، والله نفسي أولا. صار. نعم. وإخواني وأبنائي من طلبة العلم والدعاة الصغار إلى الله عز وجل، أن نتجرد وأن ننكسر بين يدي ربنا. نعم. وأن نطرح قلوبنا بين يديه سبحانه سجدا، ونحن نتذلل إليه ونتضرع إليه ونبكي بين يديه في جوف الليل، كما علم داود عليه السلام وكما فهم سليمان عليه السلام أن يعلمنا وأن يفهمنا، وأن نتضرع إليه جل جلاله بدعاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله الذي عليه وسلم. كان يقول فيه: اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علما. علم. تمام. وزدني علما. علم. طيب. الفهم عطاء، هبة وعطاء من الله تبارك وتعالى. تدبر معي قوله سبحانه: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم. نعم. وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. سليمان. وكلا
آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال الآيات. نعم. الله أكبر. قضية، ما القصة؟ القصة أن غنما عادت على بستان أو حقل كرم، أي عنب، تمام، في الليل، فالنفش نفشت. النفش هو الرعي ليلا، ليلا. نعم. تحديدا ليلا، ليلا. تحديدا قيد يعني. نعم. النفش الرعي ليلا، الرعي ليلا ليس نهارا. كما قال ابن عباس وغيره تمام. من أهل الفضل، فعادت الغنم على بستان رجل في الليل فجعلته كالعصف المأكول. الله أكبر. أكلته، لم تدع فيه ورقة ولا عنقودا، أتت عليه تماما. فتحاكم وتخاصم لنبي الله داود على نبينا وعليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم، صاحب الغنم وصاحب البستان. أي. فقضى نبي الله داود لصاحب الغنم، لصاحب البستان أن يأخذ الغنم كاملة، كاملة جزاء ما أفسدته من بستانه، من بستانه. تمام. فقال نبي الله سليمان: أو غير هذا يا نبي الله؟ قال لأبيه، لأبيه كان حاضرا مجلس القضاء، هو كان يجلسه في مجلس قضائه. سبحان الله، جميل. نعم. وأرجو أن أنبه أيضا، كان نبيا في هذا التوقيت، كان كلف بالنبوة. نعم. وأرجو أن أنبه أيضا إلى أن سليمان على نبينا عليه الصلاة والسلام كان عطية ووهبا من الله لداود. والله زدنا علما بهذا، يعني سليمان نفسه هبة من الله لداود. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. الله عز وجل وهب لداود سليمان وأثنى عليه فقال على سليمان: نعم، نعم العبد إنه أواب. تمام. كثير الأوبة والتوبة. نعم، سليم. فكان داود عليه الصلاة والسلام يجلس سليمان عليه الصلاة والسلام في مجلس قضائه، فقال: وغير هذا يا نبي الله؟ فقال، وكأنه يبغي حكما آخر. نعم. قال: تمام. أحكم بينهما أمام العامة. نعم. ما شاء الله، جميل اتباع الحق وسماع الرأي الآخر. الله أكبر، شيء بديع. هذا يرفعك عند الله عز وجل. مش قاضي، كلام القاضي لا يرد، صاحب الفضيلة. لا، القاضي بشر يخطئ ويصيب، ولا تعقيب على حكم القاضي أصلا. لا تعقيب على حكم أحد إلا الواحد الأحد، الله، والله يحكم لا معقب لحكمه، لا معقب لحكمه. لا. سبحانه. أما العالم مهما كان علمه يؤخذ من قوله ويرد، والقاضي يراجع، وإذا تبين للقاضي أنه أخطأ فعليه أن يعود إلى الحق وأن يعلم أنه سيرفع بهذا عند الله وعند الخلق. سبحان الله. لذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: صلى الله عليه وسلم، القضاة ثلاثة، قاض في الجنة واثنان في النار. سلم يا رب. رجل عرف الحق وقضى به فهو في الجنة. نعم. ورجل عرف الحق وقضى بخلافه فهو في النار. ورجل حكم بين الناس بجهل فهو في النار. بجهل يعني جهل وهوى في النار، علم وبينة وقرينة ودليل، فهو أيضا في النار. لا، شأنه كشأن الذي حكم بالهوى. والقاضي لا رقيب عليه إلا الله، فليراقب ربه أولا، ومن هنا نشأت قداسة القضاء، وليراقب ضميره، وليعلم يقينا أنه سيقف يوما هو بين يدي الملك الحق، ليسأل عن كل كلمة خطها بيده وعن كل حكم أصدره بلسانه. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. والظلم ظلمات يوم القيامة، وخذلان وخسران في الدنيا والآخرة، لا يقيم الله به فردا، ولا يقيم به مجتمعا، ولا يقيم به أمة، ولا يقيم به دولة، بل لا تستقيم أمور الدنيا إلا بالعدل. فإذا أقيم أمر الدنيا بالعدل قامت،
وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق، وما لم يقم أمر الدنيا بالعدل لم تقم، وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجزى به في الآخرة، فإن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. فالدنيا تدوم مع العدل والكفر، ولا تدوم مع الظلم والإسلام. أسأل الله أن يجنبنا الظلم، وأن يحفظ أمتنا وبلادنا وإخواننا من الوقوع في الظلم، فما أبشع وأخبث نتائجه. أسأل الله أن يسلمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. آمين يا رب العالمين. إذن الذي يفهم طبيعة القضاء والحكم بين الناس يتجنب الأمر، لا يتصدر في الأمر جلل. نعم. إن المقسطين، الله أكبر، على منابر من نور يوم القيامة عن يمين الرحمن. الله أكبر. وكلتا يديه يمين. نعم. الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم. وما ولوا القضاء. أخي محمد، شرف وأمانة، شرف وأمانة. يكفي القضاء شرفا أن أول من قضى هو الله. الله. والله يقضي بالحق. ويكفي القضاء شرفا أنه قد عمل به الرسل جميعا والأنبياء بلا استثناء. ويكفي القضاء شرفا أن عمل به الأولياء من أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقضاء شرف وأمانة. أسأل الله جل وعلا أن يعين كل من حمل هذه الأمانة على أن يكون أهلا لها، وأن يراقب فيها ربه وحده، وأن يعلم علم اليقين أن الضر والنفع بيد رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا. آمين. وأن يرزقنا الصواب والهدى والرشاد. آمين. إنه ولي ذلك والقادر عليه. آمين. أو غير هذا يا نبي الله؟ ماذا قال سيدنا؟ قال أحكم بينهما يا سليمان. بما حكم سيدنا سليمان؟ فقال نبي الله سليمان: أحكم بأن يأخذ صاحب الكرم، أي صاحب البستان، الغنم لينتفع بألبانها وأوبارها، حتى ينتهي صاحب الغنم من إصلاح البستان وإعادته كما كان، ليأخذ هذا بستانه وليأخذ هذا غنمه. مرة ثانية حتى نفهم هذا الحكم الجميل. صاحب البستان حكم أن يأخذ صاحب البستان الغنم، تمام، لينتفع بألبانها وأوبارها، سليم، ويأخذ صاحب الغنم البستان ليعيد زراعته، تمام، وإعادته كما يهيئه كما كان. ثم يرد صاحب الغنم البستان كاملا، ويرد صاحب الغنم صاحب البستان الغنم كاملة على صاحبها. فأقر نبي الله داود حكم نبي الله سليمان، وذلك قوله تعالى: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. أنا أريد أن أقف وقفة مختصرة دكتور محمد. تفضل سيدي. أريد أن أهمس في أذني كل أب. نعم. وأقول له: لا تتصور أن معك الحق المطلق، لا تتصور أن معك الحق المطلق، بل قد يوفق الله ولدك لحق لم يوفق أنت إليه. الله، همسة جميلة. لا تتكبر على أن تسمع من ولدك. بس الأولاد ليسوا على شاكلة سيدنا سليمان صاحب الكلام. أعلم علم اليقين، لكن هب أن الله أنطق ولدك بحق بين في قضية من قضايا البيت أو قضايا الحياة، لا يجوز لك وأنت والده أن تتكبر عليه، أنت تغرس فيه الكبر من حيث لا تدري، وتغرس فيه بطر الحق ورد الحق من حيث لا تدري، بل علم ووظف هذا الأمر توظيفا تربويا. قل: أحسنت يا ولدي، جزاك الله خيرا، أسأل الله أن يبارك فيك. نعم، هذا هو الحق. والله لأخذن بقولك ولرأيك، والله سترفع في بيتك، وسيتعلق بك ولدك، وسيحترمك ولدك. جرب هذا وسترى ثمرة بديعة في البيت. اقبل الحق من زوجتك، اقبل الحق من طفلك أو ابنتك الصغيرة، ولا تتكبر، لأن الكبر الحقيقي بطر الحق، رد الحق، تمام، وغمط الناس. موقف الآخر، معلش في دقيقة، لأنه متعلق بهذا. تفضل. وحديثه في الصحيحين وفي مسند أحمد: لما عدا الذئب على طفل
لامرأتين كل امرأة تحمل معها ولدها، بينما امرأتان تمشيان إذ عدا الذئب فأخذ أحد هذين الطفلين. تمام. وفر الذئب. نعم. بقي طفل وامرأتان. فكل واحدة أصرت أنه طفلها وولدها. تنازع الأخرى فيه. تمام. فتحكمت أيضا إلى نبي الله داود، وهذا يحكيه لنا سيدنا رسول الله. يبقى حكاية من القرآن وحكاية من السنة. جميل. يحكيه لنا الصادق الذي لم تقعد لواء. فتحكمت إلى نبي الله داود، فربما أظهرت المرأة الكبرى من المرأتين من القرائن ومن الأدلة، ولذلك النبي حذر من أن يكون أحدنا ألحن بحجته من الآخر فلا يقول الحق أو يقتطع له قطعة من نار جهنم. نعم. فحذر صلى الله عليه وسلم من ذلك. صلى الله عليه وسلم. قدمت المرأة من القرائن بل ومن الأدلة والبراهين ما جعلت نبي الله داود يقضي بالولد لها. كانت ألحل حجة من الأخرى. تمام. والقاضي يقضي بوفق ما قدم إليه من الأدلة. نعم. فلما هو بين قوسين، وإن كان يعلم الحقيقة أنها مخالفة لهذه الأدلة، هذا يرجع إلى دينه وإلى ضميره. يرجع إلى دينه وإلى ضميره. نعم. وإلى علمه بربه نعم. سبحانه وتعالى. نعم. طيب. فقضى، قال نبي الله سليمان ائتوني بسكين، وفاجأ المرأتين لأشق هذا الطفل بينهما لتأخذ كل واحدة منهما نصفه. فقالت إحداهما أي الصغرى: لا لا يا نبي الله، لا، هو ابنها. قال: هو ابنك. خافت عليه أن يقتل. والثانية فحرك سكتت. بهذا الحكم عاطفة الأمومة الحقيقية. الله، بديع. هذا هو القاضي. هذا هو القاضي. وكأنه لم يركن للأدلة التي قدمت إليه. نعم. وإنما استعمل ما آتاه الله عز وجل من نور. الله. من نور القضاء ومن نور الحكمة ومن نور العطاء. فهو نور يقذف في القلب. نعم. نور البصيرة أخي محمد. صدق. نور يقذفه الله في قلب من يشاء من عباده. ففهمناها سليمان. وكلا آتينا حكما وعلما. نعم. الشاهد أن نعمة الفهم من أيده الله عز وجل بلطفه ومن عليه بكرمه وتفضل عليه بجوده وعطائه رزقه صحة الفهم مع حسن القصد والنية، فينجو العبد بذلك من طريق المغضوب عليهم ومن طريق الضالين، ويسلك طريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. بارك الله فيكم وأحسن الله عليكم. يعني في نهاية الحلقة كعادتي أخذ رسالة من فضيلتك لمن يتولون الحكم بين الناس، كل بحسب رعيته، ماذا تقول له؟ أقول لهم: قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فراقب ربك سبحانه واعلم بأن الله مطلع عليك، يسمعك ويراك، فقل ما ترضي به ربك عز وجل، ولا تلتفت إلى أحد من الخلق، لا تنظر إلى عبث العابثين ولا إلى لوم اللائمين، ولكن راقب في قولك وحكمك رب العالمين، فهو وحده الذي سيوقفك بين يديه للسؤال عن الكثير والقليل والصغير والكبير. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بارك الله فيكم في القادمة بإذن الله تعالى. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج منهج النبي في دعوة الآخر. أشكر حضرتكم وباسمكم جميعا أشكر ضيفنا الكريم
صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ الحبر الدكتور محمد حسان. شكرا لفضيلتك سيد على هذا اللقاء وجزيت الخير والبركة، وحتى يضمنا لقاء جديد. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في أمان الله.